سبرا طبخ المبدعين. الدرة. يا اهلا بيكم. الريسيت بتاع اليوم بنا خالص. يسيدك يا بن سيدك، اليوم قلت علاش ما نعملكمش كيش مشخشخه هكا كيف ما نعرفينا، بولي البصل بالكريم ليكيد والعظم، دونك حاجه بنينه بنينه على الاخر. مرحبا بيكم في دبارة خفلف. في الحلقه متاع اليوم باش نوريكم كيفاش نعملو كيش تكون بنينه، كيفاش لازم نحلوها باش تجيكم ايباس وتجي هكا مشخشخه كيما كعبه الباتيه هكا. دونك لي زاستوس الكل باش تلقاوها في الحلقه متاع اليوم. يلا باش نبداو نحضروا الدجاج متاعنا، نحطوا شويه زيت، باش نحطوا هوني شويه ثوم والبصل، باش نخليهم يتقليو مع بعضهم. هوني توا انا باش نفوحوا شويه نواد موسكاد، هذا الكل باش نسوتيو لين يذبل البصل الكل. وهذاك ذبل شكل البصل بتاعنا هوني، باش نحطوا له الدجاج اللي احنا ديجا قصيناه تريفات صغار، باش نحطوا فيه شويه زعتر، شويه كليل، ملح، وهذا الفلفل الاكحل. هكا البصل نتاعنا ذبل، الواحد نتاعنا طاب ديجا، هو كي تعملوا هكا ديجا طايب. توا باش نبداو نحضروا الكيش. هوني البولي نتاعنا باش نخليوه يبرد، باش من بعد كي نحطوا معاه العظم والكل، العظم ما تسيبش خاطر مازال سخون وكل، دونك هذايا باش نخليوه يبرد شويه. اونتخ تون احنا باش نحضروا البات فريت نتاعنا، وتابعوني خاطر باش نعطيكم ديزاستوس كيفاش تجيكم الكيش قرموشه هكايا وتجي عاليه، ما تجيش كي ياسر واطشه وجويده. فوالا هوني انا باش نستعمل البات فريت نتاع فورنيتو، على خاطر اول حاجه حاضره باش بنينه تربحك برشا برشا وقت، على خاطر البات فيتي كي نعملوها في الدار تدنا ياسر وقت، وخليها ترتاح وعاود الكوش الثاني وعاود درشناه وعاود اطويها. دونك هذايا انا يظهر لي سوليسيون طياره باش تجي تعمل مثلا كيش مالحه ولا كيش حتى حلوه باتي تتناوش هكايا توا جاي راس العام وكل شيء. اي سورتو اليوم على خاطر باش نعملو كيش دونك لازمها تكون بارفيت، على ذيك باش نستعمل هذي. انتم ما بيتكم تشوفوا الريزلتا بهذايا شنو عطاتيني. انا هوني خذيت الفورنيتو اللي فيها 500 غرام، والبات فيتي اون جينيرال انا كيفاش نعملها، الساشي اللي هو في وسط الباك وديجا باش نحطه، باش نعمل عليه ناخذ شويه فارينه هكا فوالا، وشويه فارينه من فوق هنا توا باش نحلها. وهذايا لبسور نتاع البات فيتي كيفاش تكون، ما يلزموش يكون ياسر جويد. هنا عندي المول نتاعي، شفتوها هكا على جنب ما تخافوش منها، والبارتي هذوما هكا فارغين ما تخافوش منهم، خاطر من بعد هذا باش نلصقوا في هذه وهكيكا تلحسها الغوله كيف كيف. من هون ناخذوا اكلي بارتي اللي هما مازالوا ما تمليوش ونملا الفراغات، وهذي حضرت. هنايا فما شكون يجيب القلقال يعملها هكا باش تتنحى وبلاش، باش نحيو الزيت الكل تويكا تك 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 تك، ونخليوها في الفريجيدير ترتاح لطوني. حضرت الفخس فيها يا سيدك يا بن سيدك 3 كعبات عظم. هنايا باش ناخذو بو نتاع كريم ليكيد والا كريم فريش، باش نخلطوهم هذو مع بعضهم، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، معاهم شويه نواد موسكات. هوني عندنا فرماج، شخشخوها بالفرماج. وفي الاخر بالكل الكسوس اللي حضرنيها نتاع البولي والواحد ديجا بردت، باش نزيدوها للبريباراسيون هذيك اللي عملناها، وخلط خلط خلط. شخشوخي 1 2 3 جو. توا باش تمشي تطيب على راحتها في الفور على 180 درجة 30 دقيقة. يلا هاتوت رائحة فواحة طابت الكيش نتاعنا، شوفوا لونها كيفاش، حسي الوجه تخشين. هاني باش نقص لكم مغصو ونوريكم البنة كيفاش. وهذه الكيش متاعنا كيفاش خرجت،
كاين تحبوها اسمع البات تجي هكيكا، كان انتو ما تحبوها تيب اكثر من هكيكا توليو تدخلوها تيب وحدها ومن بعد تحطوا الفخص نتاعكم. ملا كيش وملا بنه قرموشه من برا ريحتها فيوحه على الاخر خاطر تجيش وحني بالكدي بالكدي، حسيلو حاجه تعمل الكيف. استناو ساعه وما تنسيوش كان فاتتكم الحلقه متاع اليوم تلقاوها على اليوتيوب تنويشه ولا على اليوتيوب نسمه كويزين كل شيء مفسر ما يفوتكم شيء. تشاو. سبرة طبخ المبدعين. الدرة.